السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب عمر الحلبوسي تحت عنوان البنك المركزي العراقي تعويض المضاربين وإهمال المواطنين. جملة من القرارات السياسية المتخبطة التي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي العراقي والتي أدت إلى حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة تسببت في إضرار المواطن والاقتصاد العراقي، وأدخلت العراق في نفق المشكلات المركبة داخليا فضلا عن استقطاب مشكلات عالمية ودخولها للعراق عبر تغيير سعر الصرف وما لحقه من قرارات سياسية تهدف لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب تضرر العراق وشعبه. في آخر القرارات السياسية التي اتخذها البنك المركزي العراقي هو قرار تعويض أصحاب شركات الصرافة والمصارف الخاصة عن فرق السعر، محتجين بخسائر حدثت لهذه المؤسسات، لكن الواقع مناف لذلك، وهو أن هذه المصارف الخاصة وشركات الصرافة هي تابعة لجهات حزبية وميليشياوية. جاء هذا القرار لترضيتهم وتحقيق أكبر المكاسب لهم التي تعود بالفوائد الكبيرة على سياسيين ومسؤولين في البنك المركزي، كما أن هذا القرار سوف يستنزف الاحتياطية العراقية البالغة أكثر من 115 مليار دولار، ويبدو أنه لم يرق لهؤلاء أن يكون لدى العراق فائض من الأموال، بل يسعون لاستنزافها بغية تهريبها إلى إيران التي تعتاش على الدولار المهرب من العراق. وتحت عنوان الدولار الأهلي يهيمن على الدولار الحكومي في تحديد الأسعار، نقرأ مقالا للكاتب باسل عباس خضير في موقع كتابات، قال فيه: شيئا فشيئا أخذت الحياة في العراق تتحول لشكلين واضحين وهما الأهلي والحكومي، فالتعليم من الروضة للجامعات حكومي وخاص، فالمستشفيات فيها العام وفيها الخاص، وأيضا المصارف تتنوع بين عام وخاص، وقطاع الكهرباء حكومي وخاص، وماء الشرب أهلي وخاص، والنقل بأنواعه أهلي وخاص، وحتى الخدمات وعملية إنجاز المعاملات تحولت لنوعين. فإذا أردت أن تحصل على جواز سفر سريع فيمكنك أن تحصل عليه بساعات عند دفع رسم بمبلغ 250 ألف دينار، عندما تريد أن تدقق معاملتك في التسجيل العقاري فأمامك خياران اثنان، إما الانتظار لأشهر أو دفع رسم بمقدار 100 ألف دينار للتدقيق السريع. وهناك أمثلة عديدة تؤكد عدم وضوح الدولة في توجهاتها نحو خدمة العراقي على المواطنة أو على قدر ما يمتلكه من أموال. في آخر إطلالة بين الأهلي والحكومي ظهر هذه الأيام الدولار بوجهين، أحدهما أهلي والآخر حكومي. فالدولار الأهلي على الرغم من أن مصدره الأساس نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي، إلا أنه يباع بمعزل عن العرض والطلب بالسعر الذي تحدده آليات السوق السوداء، ويقترب من 1500 دينار صعودا ونزولا، ويمكن الحصول عليه من أي منفذ مجاز أو غير مجاز لمزاولي تصريف الدولار من الطارئين والمجازين. أما الدولار الحكومي فإن سعره الرسمي هو 1320 دينارا، ويمكن الحصول عليه أصوليا بحوالات واعتمادات تتوفر فيها الشروط، والمواطن الفرد يحصل عليه من المصارف بشرط أن يكون بحالة سفر من المطار وبعد الانتهاء من البوردينج، ليضمن أنه سيستخدم في الخارج وليس داخل العراق تحسبا من التهريب وغسل الأموال. إلى صحيفة القدس العربي ومقال للكاتب صادق الطائي يقول فيه:
الحملة التي يشنها القضاء العراقي والأجهزة الأمنية على من يعرفون بمروجي المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الخبر الأول في العراق، الذي يعاني من الفساد المالي والإداري وانتشار خطاب الكراهية والطائفية وخراب الذمم وسوء الخدمات، حتى تربعت العاصمة بغداد على قائمة أو على قمة القائمة كأسوأ مدينة للعيش وفق المعايير العالمية لعدة سنوات. أضف إلى ذلك تعثر العملية السياسية والخطر الذي يهدد الاقتصاد الريعي القائم على سعر برميل النفط وغيرها من الكوارث التي يعيشها العراقي. كل تلك المحن نحيت وأهملت وانصب التركيز على حسابات في منصات التواصل تروج لأشياء تافهة. المفارقة أن الإجراءات القانونية تمت بشكل مفاجئ تقريبا، وبدأت الحملة بالمطاردة والمحاسبة على أفعال لم تكن مجرمة قبل ذلك، أي أنها حاسبت البعض بأثر الرجعي، وهي من أكثر الطرق تعسفاً في تطبيق القانون. المضحك المبكي في الحملة الأخيرة ظهور نقيبة المحامين أحلام اللامي في فيديو وهي تهدد أي محامي يتوكل للدفاع عن المتهمين بالمحتوى الهابط بأنها ستحذف اسمه من سجل نقابة المحامين وتمنعه من ممارسة المهنة. البعض رأى أن حملة مطاردة مروجي المحتوى الهابط لا تعدو كونها ستارة تحاول عبرها أجهزة الحكومة تمرير كوارث عديدة، فقد تخوف البعض من تحول الحملة إلى سيف مسلط على رقاب منتقدي الطبقة السياسية الرثة والفاسدة، إذ تستعد هيئة الإعلام والاتصالات لإصدار لائحة تطالب فيها بتطبيق قانون العقوبات العراقي، فضلاً عن تطبيق بعض بنود قانون مكافحة الإرهاب ونصوص قانونية عقابية أخرى على كل من يمس الدولة وكياناتها ورموزها. قالت لينا الخطيب في مقال لها نشرته صحيفة ساندي تايمز إن رئيس النظام السوري بشار الأسد استغل كارثة الهزة الأرضية التي ضربت البلاد لمحو الأدلة الشنيعة على جرائم الحرب التي ارتكبها نظامه على مدى العقد الماضي، وفوق ذلك للتزلف للمجتمع الدولي وطلب المساعدة في عمليات الإعمار. وقالت الخطيب إن بشار الأسد يضحك، فبعد 4 أيام من الهزة الأرضية المدمرة في شمال غربي سوريا زار وزوجته أسماء مواقع الدمار والناجين في حلب التي يسيطر عليها، وفي أول ظهور علني له لم يكن مهيبا في مظهره، ولكنه كان يضحك بالفعل. هذا هو نفسه الأسد الدكتاتور الذي يقوم بذبح شعبه لأكثر من عقد، وظل يقصف مع الطيران الروسي مناطق المعارضة التي تعرضت للدمار الأكبر بسبب كارثة الزلزال. وطالما أراد الأسد تدمير المنطقة وقتل سكانها، ثم جاءت الهزة ومنحته مكسباً تكتيكياً، ونشر الموالون له رسائل على منصات التواصل الاجتماعي قالوا فيها إن العناية الإلهية تدخلت ووفرت على الأسد كلفة البراميل المتفجرة. فمنذ عام 2011 بدأ نظام الأسد جرائمه ضد الشعب السوري، والتي تضم كتالوجاً من الاغتصاب والتعذيب والأسلحة الكيميائية والحصار والتجويع والقصف الجماعي وتدمير التجمعات المدنية. أراد الأسد الحصول على الدعم الغربي في عملية الإعمار مع أنه بيت نية شريرة، فالهزة الأرضية هي فرصة لمحو كل آثار الدمار الذي تسبب به نظامه من خلال قصف المناطق المدنية. نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريراً رصدت فيه آراء الروس عن رئيسهم فلاديمير بوتين بعد عام على الدخول في حرب مع أوكرانيا. وفي تقريره رأى مارك غاليوتي أن بوتين لو ترك الحكم بعد عام 2008 بعد فترة رئاسته الثانية لبقي في أذهان الناس أنه الرجل الذي أنقذ روسيا من الانهيار، وإن كان ذلك بأساليب وحشية في غالب الأحيان. وتابع التقرير أن أنصار بوتين السابقين بدأوا يدركون أن القيصر أصبح عارياً، فالتكنوقراط الذين اعتقدوا أنه منح لروسيا الاستقرار يعانون اليوم من الأزمة ومن أثر الحرب وعسكرة الاقتصاد.
الصقور من القوميين الذين كانوا يؤمنون ببوتين إيمانا كبيرا تسرب إليهم الشك بسبب عدم الكفاءة والفساد والتردد في القرارات بشأن أوكرانيا. بوتين قد يبقى في الحكم لمدة معينة لأنه من الصعب زعزعة مثل هذه الأنظمة في الأقل ما لم تجد أجهزة الأمن بديلا له. ومن الخرافة الاعتقاد بأن أغلبية الروس يدعمون الحرب، بينما عشرات الآلاف مقبوض عليهم أو تعرضوا للضرب والسجن لأنهم عبروا عن اعتراضهم. على جانب آخر، عد المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون منذ أكثر من سنتين أن روسيا ستمنى بهزيمة لا مفر منها في أوكرانيا مهما أرسلت قوات إلى الدولة المجاورة. وبعد نحو عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح نافالني في رسالة نشرها فريقه على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين أن أرواح عشرات آلاف الجنود الروس أهدرت بلا معنى. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. يشارك الأطفال في أنشطة مختلفة تقام في خيام بولاية غازي عنتاب لإبعادهم عن آثار الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. ونصب أفراد من الجيش التركي ثلاث خيام كبيرة في مركز قضاء إصلاحي المتضرر من الزلزال لاستخدامها كمدرسة للأطفال. بوثيقة إثبات ملكية تعود للعهد العثماني، يكافح الفلسطيني عبد الفتاح منصور للدفاع عن أرضه من أطماع المستوطنين الذين يريدون الاستيلاء عليها لبناء مستوطنة إسرائيلية. ويملك منصور الذي يبلغ من العمر 75 عاما وأشقاؤه نحو 60 دونما في قرية جوريش إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في فلسطين. وفي 22 من يناير كانون الثاني الماضي نصب مستوطنون يهود 5 بيوت متنقلة على أرض منصور في محاولة منهم للسيطرة عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، غير أن أهالي القرية هبوا للموقع مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة عدد من الأهالي بجراح وحالات اختناق. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. في خطوة مفاجئة أبقت منظمة الصحة العالمية على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19، التمديد الجديد يأتي عقب تصاعد مفاجئ بأعداد الوفيات، فهل عاد الفيروس ليتفشى بعد 4 سنوات على أول تشخيص؟ حذر رغم الضجر،
نعم، لقد سئم الناس الحديث عن كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 6 ملايين شخص وإصابة أكثر من 752 مليون شخص حول العالم حتى كانون الثاني 2023 بحسب منظمة الصحة العالمية، إلا أن ذلك لا يمنع من مواصلة العمل لتقليل انتشاره بوجود مخاطر معدية أخرى متمثلة بالإنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي. ولا شك أن الأماكن المزدحمة وقليلة التهوئة تعد الأكثر خطورة، ولا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكي تنهي الصحة العالمية حالة الطوارئ خلال العام 2023 وفقاً لعالمة الأوبئة ماريا فان كيركوف. محارق وتوابيت وجنائز لا تقلل من شأن الفيروس، فلقد فاجأنا وسيستمر بمفاجأتنا. بهذه العبارة الصريحة لخص مدير عام منظمة الصحة العالمية مخاطر الوباء الذي يتحور بأشكال مختلفة. ولعل واحدة من مفاجآت الوباء أن 80% من سكان الصين، أي نحو مليار شخص، قد أصيبوا بالعدوى منذ أن ألغت الصين القيود المفروضة للحد من انتشار الجائحة بحسب علماء أوبئة صينيين، مع أن الإحصاءات الصينية لا تشمل القرى والأرياف ولا الذين يتوفون في منازلهم، فيما تغص محارق الجثث بالأشخاص الذين حصدتهم الجائحة لتنعش صناعة التوابيت والمراسم الجنائزية هناك بحسب البي بي سي. فهل يمكن القضاء على الفيروس رغم انتشاره الجديد؟ ما رأيكم؟ وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.